اتخانقتم في الشغل على درجة حرارة التكييف؟ أكيد كتير، بس دايما تلاحظ إن الستات دايما هم اللي بيبدأوا الخناقة وهم اللي سقعانين، والرجالة يقولوا الجو حر، وتقوم خناقات كتير ومشاكل كتير، وده عشان اختلاف أجسامنا أصلا من حيث مدى شعورها بالحرارة والبرودة. الحقيقة إن الكلام اللي أنا بقوله ده مش أي كلام، الكلام ده سببه علمي، وهو إن الدراسات بتقول إن النساء أكثر عرضة للشعور بالبرد من الرجالة، وده بيرجع لعدة اعتبارات منها بيولوجية واختلافات في الهرمونات بين الرجالة وبين الستات. طيب ايه هي الاختلافات دي؟ اول حاجة الستات عندهم دهون اكتر بين الجلد وبين العضلات، وده بيخلي الجلد بعيد عن الاوعية الدموية وبيقلل من امكانية شعوره بالدفء الناتج عن تدفق الدم في الجسم. كمان معدل حرق الدهون والغذاء وتحويلهم لطاقة عند الستات اقل من الرجالة، وده بيقلل من قدرتهم على انتاج الحرارة. ومن المهم اننا نعرف ان معدلات ومستويات التمثيل الغذائي او تحويل الغذاء لطاقة عند السيدات ابطأ من الرجال بحوالي 23%، وده امر بيساعد على تخزين الجسم، عشان كده بطء عملية التمثيل الغذائي عند السيدات بيخليهم يحسوا بالبرودة بشكل اسرع. حاجة تانية كمان، وهي الحقيقة الهرمونات. هرمونيا بيساهم هرمون الاستروجين بتقلص الأوعية الدموية في الجلد، وده بيعني ان كمية اقل من الدم ستتدفق الى بعض مناطق الجسم للحفاظ على دفئها. كمان الهرمونات بتجعل ايدي النساء واقدامهن وكمان ودانهم ابرد بمقدار 3 درجات مئوية عن الرجال. وبالحديث عن الهرمونات، فخلينا فاكرين حاجة مهمة بتتعرض ليها بعض السيدات ما بيتعرضش ليها الرجالة، وهي وسائل منع الحمل، ودي من الحاجات المهمة جدا كمان اللي بتستخدمها الستات وبتخليهم حاسين بالحرارة. وسائل منع الحمل الهرمونية اللي بتستخدمها المرأة وبتكون في شكل حقن أو برشام بتؤثر بشكل كبير على درجة حرارة جسمنا، على الرغم من إنها ممكن المرأة يعني ما تلاحظش ده. وبما ان وسائل منع الحمل الهرمونية بتؤثر على الهرمونات، فممكن برضو انها تتسبب في رفع درجة حرارة الجسم، وده بيجعل جسم المرأة اكثر حساسية. طيب اما الشعور بالبرد، ده ما بيقتصرش على البشر فقط، وبتشير الدراسات اللي اجريت على العديد من انواع الطيور والثدييات الى ان الذكور بيتجمعون عادة في مناطق اكثر برودة، بينما بتبقى الاناث في الاماكن الاكثر دفئا. وعلى سبيل المثال، مثلا بتحب ذكور الخفافيش الاستراحة عند قمم الجبال العالية الباردة، اما الاناث فبتبقى دايما في الوديان الاكثر دفئا. في دراسة لكلية الطب بجامعة ميريلاند اتعملت عن الموضوع ده، وكشفت ان درجة حرارة جسم المرأة اعلى من الرجل، وسبب ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة بيجعلها اكثر حساسية لبرودة الجو من الرجل في فصل الشتاء، كمان بيجعلها اكثر احساسا بالحرارة في فصل الصيف، وبالتالي لما بتطلب منك المرأة اغلاق التكييف او تشغيله فهي نتيجة اختلاف درجة حرارة جسمها عن جسمك. موضوع البرودة ده بقى بيتركز في أماكن معينة، علشان كده دايما إيدين الستات وأقدامهم أكتر يعني برودة من الرجال. ومن الطبيعي إذا كانت الإيد والرجل حاسين بالبرد، فصعب طبعا لباقي الجسم كمان إنه يشعر بالدفء وبالراحة. طيب العلماء بيقولوا ايه وبيقترحوا ان احنا نحل الموضوع ده ازاي؟ العلماء بيقولوا ان الحل اننا نعمل نظام التكييف بشكل فردي، وده لتلبية الاحتياجات الشخصية دون التأثر على الاخرين في نفس المكان. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا نراعي فتحات التهوية تكون في اماكن جلوس الرجال، نراعي كمان شكل المكاتب وتنسيقها في مواقع العمل. ومن الحاجات المهمة برضو هي توفير اجهزة تبريد شخصية، ودي اختراع جديد عملوه للموضوع ده، ان اجهزة الكمبيوتر اللي قاعد عليها الموظفين يكون فيها اجهزه تبريد او تدفئه، تبقى قاعد وقدامك مروحه كده تطلع عليك وانت قاعد الهواء سواء السخن او الهواء البارد. طيب يا ترى بتتخانقوا على التكييف في الشغل ولا لا؟ عايزاكم تكتبوا لنا في التعليقات، لان انا شخصيا ما بتوقفش عن خوض الخناقه دي مع كل زمايلي من رجاله، وخصوصا استاذ محمود حسن الحقيقه اللي عدلنا هذه التغطيه مخصوص بسبب خناقاته المتكرره مع كل زميلاته داخل صاله التحرير اليوم السابع. وحابه الحقيقه اوجه له رساله في نهايه هذه التغطيه واقول له يعني رفقا بينا بلاش التكييف على 20. دي كانت تغطيتنا معاكم من تلفزيون اليوم السابع، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه والى اللقاء.